أذكر نفسي وياكم من مقاصد قراءة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أجل الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا. والله يقول في كتاب: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة. قال: إذن هم أهل الحديث لأنهم يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم منهم. ولأنه في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، من أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله زاد حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه. وإذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المرأة هيحشر يوم القيامة مع من؟ مع من أحب. فنسأل الله رزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب،